أستاذ موسى، بداية نريد أن نتحدث عن واقع الإعلام العماني، بما أننا نتحدث عن واقعه وعما نتأمله أيضا من هذا الإعلام. زميلنا الأستاذ خالد الراشدي كتب في صحيفة من الصحف وتحدث عن الإعلام العماني وشبهه بأنه يمشي ويجري كالأرنب والسلحفاة، وقال بأن هذا الإعلام يتقدم بخطوات جيدة ولكنه يفتقد للحداثة. ما هو تقييمك للإعلام العماني أستاذ موسى؟ جميل جدا أن يشبه بالسلحفاة وفي ذات الوقت هو يجري بسرعة يحتاج إلى فك شفرات هذا المقال. تحية لزميلنا خالد الراشدي. حينما نتحدث عن الإعلام لابد أن نستحضر أربع حلقات تكمل معنى الإعلام، بدءا بالمظلة التشريعية متمثلة في وزارة الإعلام والتي هي على رأس الإعلام العماني اليوم، ومن ثم المؤسسات الإعلامية التي تنفذ هذه التشريعات وهذه التوجهات. ويفترض أن تكون هناك أيضا استراتيجيات إعلامية. والحلقة الثالثة هم الكوادر. نعم يفترض أن تكون، لأن للأسف حتى اليوم يعني لم تتحقق لعمان أو للإعلام العماني استراتيجية واضحة مكتوبة وتم اعتمادها من جميع المؤسسات الإعلامية أو القائمين على الإعلام أو حتى الحكومة نفسها. نعم. الحلقة الثالثة هي الكوادر الإعلامية، أنت والزملاء الإعلاميين في المؤسسات الإعلامية الأخرى. والحلقة الرابعة وهي الحلقة الأقوى هم الجمهور وما ينبغي أن يكون عليه اليوم الإعلامي، هو أن يكون الصورة التي تعكس واقع الرأي العماني. هذا ما ينبغي عليه، ولكن كيف هو الواقع؟ ما ينبغي عليه وربما هي النافذة التي من خلالها نتحدث في هذا الجانب، أو إذا حق لنا أن نقيم الإعلام العماني اليوم، مسألة معرفة إلى أي مدى الإعلام العماني اليوم قريب من الرأي العام العماني. نعم. للأسف ثانية لا نملك أدوات القياس التي تستشعر هذا الجانب. في مؤسسات تجدها صوت الرأي العام مباشرة في كل ما يتم تداوله من منصات أو في منصات التواصل الاجتماعي أو الهمس واللمس أيضا في 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 المقاهي أو حياتنا اليومية. وفي مؤسسات أخرى قد بين قوسين تغرد خارج سرب الرأي العام، ولذلك قد يكون هنا الإجابة على يعني طرح زميلنا خالد الراشدي بأنه يهرول تارة وقد يعني يتقهقه ربما في تارة أخرى. نعم، لكن الواقع الآن يعني هناك في الحقيقة لا توجد معايير واضحة ولا توجد مؤسسات تعنى بدراسة واقع الإعلام العماني، لكن من خلال تقييمك العام لما تشاهده من مؤسسات إعلامية مختلفة كيف هو أداؤها؟ أقول من واقع تجربتي حقيقة يعني شخصية، إذا أيضا من تجربة متواضعة، من حيث التشريع أو من حيث رأي المؤسسة المعنية بالإعلام فهي تركت أو رمت بالكرة في مضرب الكوادر الإعلامية والمؤسسات الإعلامية، وتركت لهم المجال في قياس سقف الحرية وفي التعاطي كذلك أيضا مع الموضوعات المحلية وأيضا الموضوعات السياسية. وإلا لما كنا نتبنى هذا الموضوع للحديث بكل هذه الشفافية هنا في قناة الاستقامة وربما في برامج أو في قنوات أخرى قد ترى من المحظورات الحديث عن الإعلام بشيء من الشفافية. ففي هذا الجانب من واقع تجربتي الشخصية أجد أن مساحة الحرية مرضية جيدة. مرضية. متى ما يعني عرف الكادر الإعلامي كيفية استثمار هذه المساحة ويعني ترجمتها للصالح العام. جميل. ولكن هناك بعض الزملاء للأسف الإعلاميين واللي ندخل معهم أيضا في جدال مستمر ممن يروا بأنهم هم سقف الحرية أو أن الحرية تبدأ منهم وتنتهي إليهم للأسف، ولذلك تجدهم يقدموا نفسهم أو يقدموا ما يطرح وكأنهم النموذج الإعلامي
الذي يفترض أن يكرر في كل المؤسسات الإعلامية. جميل جميل جدا. هناك فسيفساء جميلة جدا في مؤسساتنا الإعلامية، وهي أقصد هذا التنوع. هناك من يؤمن بالسقف، وهناك من يؤمن بشيء من التحفظ، هناك من تحده ربما مؤسسته، وهناك من تحده المدرسة التي نشأ عليها في مؤسسته الإعلامية. إذا المجال مفتوح وفيه توجهات مختلفة.